بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. بالنسبة للقراءة أو القراءة المقطعية أو التعليم المبكر للقراءة، فما هي القراءة؟ أولا نقوم بتعريفها صلاحا، هي عملية فكر رموز خطية وأيمان الذهن لبناء المعنى انطلاق من مصدريات تعتمده القارئ. أما المعنى العام فهي عملية مركبة تشمل تفسير الرموز المكتوبة، الكلمات والجمل، وربطها بالمعاني، ثم تفسيرها تلك المعاني وفق الخبرات القارئ الشخصية. أما عمليته فهي عملية ميكانيكية وعقلية. ميكانيك يقصد بها رؤية القارئ لمقاطع في الكلمة ثم الجمل عن طريق الجهاز البصري والنطق بها بواسطة جهاز النطق. أما عقلية تكون من خلال بناء المعنى وتشمل الفهم الصريح مباشر، التذوق والاستماع والتحليل ونقل المادة المقروءة وإبداء الرأي فيها. ده من جهة. أما من جهة أخرى فالتعليم مبكر للقراءة خصوصا من المستوى الابتدائي. فما هي مكونات التعليم المبكر للقراءة؟ هناك 5 مكونات: الوعي الصوتي، مبدأ الألفاء، مفردات الطلقة، والفهم. بالنسبة للوعي الصوتي هو القدرة على تمييز وحدات الأصوات اللغوية المسموعة وتعرفها والتلاعب بها واستعمالها في كلمات منطوقة، ولو بأن كل كلمة تتكون من وحدة صوتية صغرى ومفردة وليست وحدة صوتية واحدة. فما هي مهارات الوعي الصوتي؟ هناك عدة مهارات كالتعرف والعزل والتفيء والدمج والتجزئة المقطعي والحذف والإضافة، التقطيع، الإبدال. إذن عدة عمليات. بالنسبة لمبدأ الألفاء هو الربط بين الصوت والحرف، أي التعليم الصريح والمباشر للوحدة الصوتية المتوالية في علاقتها بالرسم الخطي للحروف والحركات. أما المفردات وهي مكون المكونات اللغة الشفهية والكتابية، وتشمل رصيد الكلمات التي يجب أن يعرفها التلميذ من أجل التواصل وفهم معنى الكلمات. من استراتيجية المفردات هناك شبكة المفردات، خريطة الكلمة، وعائلة الكلمة. بالنسبة للطلقة هي القدرة على القراءة بدقة وسرعة وإيقاع صوتي معبر، وتخضع لخصائص المقروء، استئناس القارئ بالكلمات والتمرس بقراءة النصوص. أما المكون الخامس وهو الفهم، هو القدرة على إدراك مضمون النص المقروء واستخراج معاني صحيحة والضمنية، ومن استراتيجية ما قبل القراءة بعد القراءة مرحلة القراءة وما بعد القراءة. إذن هذه أهم ما يميز التعليم المبكر للقراءة أو القراءة المقطعية بالمستوى الابتدائي. والسلام، لا تنسوا الاشتراك بالقناة لدعمنا، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله.